الحمد لله الذي أعز بالإسلام أهله وأذل بالشرك والكفر أهله. أما بعد، باسم دار القرآن الكريم أندونيسيا في قطاع غزة العزة، نتقدم بالتهنئة القلبية الحارة إلى دولة أندونيسيا الشقيق حكومة وشعبا بمناسبة يوم الاستقلال 71، كما نتقدم لهم بالتهنئة القلبية الحارة بمناسبة التحرر من الاحتلال الهولندي الذي دام لأكثر من 3 قرون، كما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتحرر من الاحتلال الصهيوني، وأن نصلي جميعا حكومة وشعبا في دولة أندونيسيا الشقيق، ونصلي جميعا في باحات المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله. Tomorrow will be free. Palestine.